بروحي الملك الفنجاوي نادي فنجا الرياضي لكرة القدم. حب قلبي لهديته وبغلا روحي غلط. يقع في محافظة الداخلية في ولاية بدبد قرية فنجاب، وكل عمري قد عطيته. تأسس نادي فنجاب في عام 1970 وهو أحد الأندية صاحبة الإنجازات في الكرة العمانية. يظل إنجاز نادي فنجاب تتويجه بطلا لأبطال أندية الخليج، وأفضل إنجاز حققه نادي عماني خارجيا، بل هو التتويج الوحيد لأندية السلطنة في هذه المسابقة. وكذلك حقق إنجاز على مستوى العربي، المركز الرابع في البطولة العربية السادسة في الشارقة عام 1988. ناهيك عن مشاركاته المستمرة في البطولات الآسيوية، خاصة كأس الاتحاد الآسيوي. عماد الحوسني هذا العماني والبطولات جمه لونا كثير ذهب ناوي كل شيء يرد الأصل. وهو أكثر الأندية العمانية تحقيقا للقب كأس حضرة جلالة السلطان المعظم. ذهب ناوي كل شيء يرد الأصل والكأس فنجاوي. كما حقق لقب دوري عام السلطنة في 8 مناسبات. دور على الماضي كان أسطورة أسطورة انت.